السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا في رسالة للجماعة التي تقدس الأشخاص وترفض النقد البناء لتصحيح ما يجب تصحيحه. هذه باش يكون على بالكم. الناخب الوطني ارتكب أخطاء فادحة عندما أقحم نفسه في أمور لا تعنيه وتجاوز صلاحيته كمدرب وطني. مهمته تدريب المنتخب والعمل على تطوير ورفع المستوى بالاستمرار، لكن جماب الماضي راح دخل راسه يعني في أمور لا تعنيه، وهدرناها في وقتها. حضرت هذيك الليله من بينوه باللي جمع مع الرئيس ومن هنا، قلت له يا ودي راك دخلت في امور اللي غادي ما غاديش تخرج منهم، ما تخرجش سالم، ما غاديش تخرج سالم منها. انا قلت له كاين الفيديو، قلت له والله ما غادي تخرج سالم، خاطر دخلت روحك في امور لا تعنيك كاع حاجه، كاع ما كاش كاع. انت نورمالمون مدرب، من يقولوا لك الصحافه قول لهم انا مدرب، انا كي تعرفوني انا بغيتك كيما ترد، انا بغيتك كيما ترد يا ودي، انا كي تعرفوني انا شنكون صحافه. كومي قالوا لك زاتشي باي يروح ولا منا، ما تقولوش لا زاتشي نورمال موكو عطاوه ميداي تاعه، ولا زاتشي لازم يقعد جاب كوب دافريك، ولا زاتشي لازم توقفوا معاه لازم يربح مقعد في الفيفا لاخد جاب كوب دافريك. كومي انا كنت جيت في بلاصتك الصحافه ما يقول لهم انا كاكم تشوفوا فيا، انا عضو في الجمعيه العامه، انا وزير، انا رئيس، انا مدرب فقط. صح انت ركبتك جنون العظمه، بغيت منا بغيت تحط راخر تقلع راخر كيما كنت داير معاك، نقعد ناس معاك يخلصوا وانت تتحكم كيما هكا. وكان يجب على الناخب الوطني القيام بتدعيم المنتخب الوطني بعد تتويج بكاس افريقيا 2019 بلاعبين شباب من المستوى العالي لتعويض ما يتم يعني اعتزالهم، سواء لكبر سنهم او نقص مردودهم او انخفاض مستواهم. وهذه كنا نهضروا فيها، هضرناها في وقتها. ماشي انا شوف هذا وسطي زبير وسطي، انا راني نقول لك زبير وسطي، انا واحد من الناس، انا واحد من الناس هدرت هذا جام. انا ما كي نهدر، انا نهدر البنادم يكون واقف، انا كي يطيح يموت نديه ندفنه وندير عليه صدقه وقلب. هذه انا يعني هذه عقليتي، البنادم كي يكون واقف نهدر فيه، نهدر له في وجهه مهما كانت القوه تاعه، الا كان لغم غادي ندعبس عليه تربح بيطرطق الطرطق. انا هذه عقليتي، نهدر بنادم يكون واقف كي يروح انا زيد نهدر عليه. صحيح راح الا دارها مليحه راه راح، دارها كي والو راه راح. يا زبير وسطي، انا كي نهدر بنادم في وجهه، مي يكون في نقطة القوة تاعو، يا نقول له بلي راك مليح رانا معاك، يا نقول له راك تخسر غير راك تبريكولي. هذه هي العقلية تاعي كيما هاك، ما نقلبش العصام الوسط نقعد نقارع. تا جمع بالماضي يهدر نخرج انايا نهدر، نعاود نكرر الهضره تاعو. بقري البقره هي اللي تعاود تكرر الهضره، البقره في الليل في النهار يتسرح، في الليل تكرر الهضره تكرر الماكله. حالها ما كان، ما انتوما قاشيتها حاشا اللي ما يستاهلش، وراهم عارفين روحهم بالواحد. انا نقولها لك، وكان يجب على الناخب الوطني قيام بتدعيم المنتخب الوطني بعد تتويج بكاس افريقيا 2019 بلاعبين شباب من مستوى العالي لتعويض ما يتم اعتزالهم، سواء لكبر سنهم او نقص مردودهم وانخفاض مستواهم. لكن استمراره بنفس اللاعبين وبنفس التشكيله لمده 3 سنوات ورغم سلسله النتائج الايجابيه التي اجلت سقوط الحر الذي كان منتظر وظهرت على علامته منذ مدة بانخفاض المستوى المنتخب الوطني الذي أصبح يتعادل بصعوبة كبيرة أمام منتخبات
يعني شابة، منتخبات لاعبين، لاعبين اللي فيها صغار، منتخبات نقولوا باللي وين تبانت هي، وين تبدات، بدات من زيمبابوي يعني عاقل عليها. ناس قلبوها في ذاك النهار يعني كاع دايرين باللي مبولعي مبولعي، قلبوا الهضره، كانت 3000 باجا، هذه 3000 باجا شادين، تقلب الهضره كيما ضربات علي درنا ماتشني لهنا، وجا خارج بوداوي قلب قلب خارج من الحمام، سلاك سلاك سلاك، ما واحد قال له تحلف ما والو، كانوا مقريين وقالوا له غادي واحد يقول لك بوداوي بوداوي هاو شوفينا دور انت، قول له انا تحلفت. الناس بدات انا تحلفت، راحوا حصلوها في سعيد فلاك، سعيد فلاك خاطيه بشي وهدرها، هذه ناس طايحه على سعيد فلاك، تصيب اللي يغسل لك كلاب عنده نبحه تاع كلاب ينبح، تصيب فلان ينبح مليه فلان، وما كف ما يردوش على روحه، كف كف سبعه ما يردش على روحه، تعطيه سبعه يقول لك انا حشمه منك جي باغي نهضر معك، اللي يعطيك سبعه تقول له بلي انا حشمه منك، كي واحد يعطيك سبعه تقول له انا حشمه منك جي باغي نهضر صايك، ما بقاتش جيتي قارع قارع على الجمال الماضي، يهدر يهدر هدره تاع هو يهرد فيك وانت تصفق عليه، هو يهرد فيك، صاب اغبياء، صاب يعني وين، شوف شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب نبويه قبل الرسول، كانت تعطي الحاضر والمستقبل، ربي نزل القران على الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم نزل عليه القران، جمع جمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، حنا رانا في حضاره بصح عقليه اللي رجعت حضاره تاع وقت فرعون، اليهود ما عندوش مله، فرعون ولا يخرج عليهم يقولوا من هو ربكم الاعلى، يقولوا له انت ولا مغرور، ركبه جنون العظمه ولا يبان مغرور، هذه هي انتوما رديتو مدرب مغرور، ما تهضروش عليه، خط احمر، الناس تنتقم، الناس كان لا انتقام لا والو، كاش انتقام، كاين نقد، نتوما كاكم تشوفوا فيها، كي شفتوها نتوما هضروا الصح، نتوما مؤمن وجماعته، كي شفتوها عجباتك في الكاميرون، هذاك اداء في الكاميرون، عجباتك انت في الكاميرون، هضروا الصح، هضروا الصح مؤمن وجماعتك، هضروا الصح عجبتكم في الكاميرون؟ هذاك اداء، هذاك اداء تاعنا، هذاك اداء تاع الجزائر، هنا كونت زيمبابوي هنا ربحنا 3-1 دوزيام ميطو، النيفو تاعنا ماشي طاح، الريتم تاعنا طاح ولا ما طاحش، مركاو لنا بنت واو لله، روحنا غادي دوزيام ميطو، قلت لكم يا جماعه رانا دوزيام ميطو رانا كي والو، رانا كي والو دوزيام ميطو يا جماعه رانا كي والو، حرزوا رواحكم نهار تونس ماركينا لا دو بيت بروميير ميطو، بصح دوزيام ميطو كلاونا ما دخلتش برك، ما كانش عندهم لا فينيسيون، كلاونا وما كانش عندهم لا فينيسيون، نيجيريا هنايا 27 دقيقة باش ماركينا لهم بنت، 27 دقيقة، جيبوتي في القاهرة 30 دقيقة ماركينا لهم بيناتي، باش يكون على بالكم. وبوركينا فاسو الي روتو، ربي 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 سلكنا وصايك، ربي هذيك ربي سلكنا، هذا مكان، لكن استمرار بنفس اللاعبين وبنفس التشكيله لمده 3 سنوات ورغم سلسله النتائج الايجابيه التي اجلت سقوط الحر الذي كان منتظر وظهرت علامته منذ مده بانخفاض المستوى المنتخب الوطني الذي اصبح يتعادل بصعوبه كبيره امام منتخبات شاب، وكانت ضربة قاضية في كأس أمم إفريقيا، واكتشف حينها المناصرين والناخب الوطني جمال بالماضي أن المنتخب الوطني أصبح عاجز وأغلب لاعبيه سنهم لا يسمح لهم منافسة لاعبين شباب في لياقة وقوة بدنية وريتم عالي الذي فرضته المنتخبات التي تقابلنا معها مؤخرا. الآن على هل الوقت المناسب لضخ دماء جديدة أم تأخر الجمال بالماضي كثيرا وفات الأوان، وما وهذا ما نعرفه في الأيام القادمة بعد مقابلة الكاميرون، ماشي ما خدش علامة
بعد المباراه الكاميرون غادي نتكاليفي ما نسكتش لازم نجيبو جديد خاطر بهذا المستوى ما نروحوش باللعابه يلعبوا في قطر راسي جما بالماضي ما نروحوش باللعابه يلعبوا في قطر حنا على بالنا كيفاش على بالنا كيفاش كاين انتي والله العظيم غتصالح يا ربي راه داري وصاي الله يجعل تنكشفوا قدام لديروا ذاك السيستم الله يجعل تنكشفوا يا ربي هذه الجزائر وحنا نبغوها ونبغوا ذلك الناسيونال بصح نقول لك كلمه اكشف لنا هاد الناس قبل لا يوصلوا للمبتغى تاعهم